اللي صاروا بالفرن فطاير التونه رح نشوف وين صاروا، ورح نحن وياكم وصفه كفته حسن باشا يلي رح بيحضرها الشيف اليوم بورشه ملح. اول ربع ساعه رح اعطيك مجال تبلش، بس انا سامعك بكل كلمه عم بتقولها، تاني ربع ساعه جاي لعندك انتبه على حالك ورشه ملح. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بنص ساعة بطوشه بعقده بجننه بشهه بيقهره من ورشة ملح. شو عندي اليوم؟ من يعرف بشو بدي بلش الحقيقة، ان كان بدي احط الفوندون وشوكولا او سميناها المونتين كيك لانه بتختلف كمان الوصفة تبعيتها، ان كان بدي طلع من الفرن هالفطاير بالطون، ان كان بدي مد عجينة الفطاير اللي هي عجينة البيتزا، ان كان بدي اعمل عجينة البيتزا، ان كان بدنا نعمل الحشوة او ان كان بدنا نعمل حسن باشا، كثير من الشغلات رح نشوف اذا بنقدر نلحق عليهم كلهم، واكيد بعد حوالي ربع ساعة رح ينضم لإلي جوزيف تنكفيهم وهيك كمان بيساعدني وان شاء الله بنكون خلصناهم كلهم. بسرعة يا شيف شادي، اكيد الفرن رح روح على الفرن بسرعة، خلوني شيل انا كيف الوضع؟ بعد يعني انا بعد رح فرجيكم شغلي، بعد فيني انطر شوي على الفطاير بالطون، ننطر شوي صغير، يلا ننطر حوالي اول نار شوي، كنت مخفف النار انا قويها على ال 175 دن. عجيني بتطوش بتعقد، هذا العجينه بدنا نعجنها بعد شوي صغيره، بس قبل ما اعجن العجينه رح فرجيكم العجينه كيف ووضعها من بعد ما خمرت. طلع هذا وضع العجينه من بعد ما خمرت، اكيد هيدي شقفه من العجينه اللي استعملتها انا قبل، رح اخذ شويه طحين رح احطهم هون، رح اخذ العجينه انا بايدي هيك ورح احط العجينه هون، رح احطك انت على جنب شوي هون هيك وبنرجع لعندك بعد شوي. ليكو كيف؟ نجي نحن شويه طحين بهالطريقه، ليكو العجينه شايفين؟ هيدي العجينه اللي هلا بدنا نعجنها بعد شوي، بس خلونا نمدها نتفه صغيره، شيل هيدي الشقفه اللي هون، طلعوا كيف؟ هيدي العجينه بس نمدها، اذا بنلاحظ نحن وعم نمدها العجينه مش عم تزم، يعني مش عم ترجع العجينة تطلعوا، بس تجي تمدوا العجينة انتو بتشوفوا العجينة انه بتاخد مجدة خلص، لانه الجلوتين اللي بقلبها شو صار؟ ارتاح. اوكي؟ بهالطريقة وخمرت مزبوط عند العجينة ما في اي مشكلة. ليكو شو بدي اعمل كمان هون، رح ارجع احط شوية صغيرة من هالطحينات، رح اجي مدها بهالطريقة هيك، ليكو كمان شو حلوين، وهلا بعد شوي رح اجي انا اقطعها. كيف بقطعها؟ فينا نختار دوائر هيك، بدكم هيك او بدكم صغار مثل ما بدكم، يعني او هيدي او هيدي هيك مثل ما بدكم انتم قطعوا. بنجي نحن هيك عم نعمل نحن البيتزا البيتوتيه او الفطاير عنا بالبيت، طلعوا كمان السرعه اللي عم بشتغلها. اوكي، وبعدين العجينه يلي بتبقى عنا ما عنا اي مشكله، اوكي بتضل ها، طلعوا كيف برجع انا بعجنها مثل ما عجنت هيديك العجينه، ورح اجيب هيديك العجينه اللي بقيت عندي لكوينها هون، رح جيبها رح اعجنهم كلهم مع بعضهم، وبيرجعوا كمان بنطر ما فيني استعملهم دغري، بدي ارجع انطر عليهم على قليل ساعه تيرجع هالعجينه تترجع تخمر عندي هالعجينه وترجع عن جديد قابله للاستعمال. طلع عم بعمل هالبول الكبيره هيك، وانا هلا هون بجي برجع بحطها على جنب وبحط عليها دائما او ورقه نايلون صغيره او جلينك فيلم مثلا او شقفه حتى ما يضربها الهواء وتنشف. اوكي جاي لعندكم ثواني، بس قبل يا شيف شادي رح نعمل هيدي الشغله، بدنا نحن هون عمالكم كبايه، كبايتين من الطحين، وفيكم كمان تعملوا اربعه. اوكي يعني ها انا عندي كبايتين من الطحين، الاربعه اللي هن حوالي نص كيلو، بس خلينا نعمل نحن كبايتين. طلع هيدي كبايه هون وهيدي كبايه ثانيه كمان من الطحين، معي ولا مش معي؟ كلنا مع الشيف شادي. هودي 2 كوب من الطحين، طلعوا نجي بنحطهم نحن بالعجينه هيك، شوي صغيره من الملح، شفتوا كيف؟ خميره، ملعقه صغيره يا شيف شادي من الخميره، لكن عندنا كل حوالي كبايتين، يعني من الكبايتين لثلاث كبايات من الطحين بدهم ملعقه صغيره من الخميره. اوكي نجي بنسكر عليهم نحن بهالطريقه هيك، بنجيب زيت الزيتون بنحط حوالي ملعقه صغيره او ملعقه كبيره من زيت الزيتون، طلعوا بس، والباقي لكان صار عندنا خميره وطحين ملح
وزيت، وبعد شوي كمان رح ترجعوا تشوفوا الوصفه رح يحطوا لنا اياها من جديد لوصفه العجينه تبع فطاير التونه. وانا هلا هون رح بلش ضيف مي، هالمي اللي انا عندي هي مي فتره، طلعوا كيفها؟ رح ياخذ حوالي او اقل من نص كوب من المي، هلا بتشوفوا كمان. وبس تصير عندي عجينه، هالعجينه ما عاد تلزق على ايدينا، بتكون هيدي هي عجينه البيتزا البيز القاعده. هيدي القاعده فينا نعمل فيها اي نوع من عجائن البيتزا او الفطاير اذا بدنا، كما انه في انواع كثيرة من عجائن البيتزا بيزيدولها بيض، اللي بيزيدولها حليب، اللي بيزيدولها اكثر زيت مثل ما بدكم اعملوا، بس هيدا انا عم بعمله اليوم هو باز لعجينة البيتزا البيتوتية. اما اذا بدنا نعملها بالمطاعم ونعملها على الطريقة التليانية، بنخفف الخميرة لنص ملعقة صغيرة، بنعملها كمان بنقسمها اوكي 200 جرام 200 جرام وبنحطها بالبراد، وثاني يوم بنستعملها. ليكو العجينة كيف بلشت كمان عندي هون، يلا يا شيف شادي هيك كم ثانية رح كمان اعجنها بسرعة، معلش لأنه ما رح نستعملها، بس انه حتى فرجيكم طلعوا كيف. وهيدي العجينة صارت عندي اياها جاهزة حتى نشوفها. اوكي يا شادي طلعوا هون، وهيدي العجينة هون فيني انا هيك اطلع هون اجي احط عليها شوي صغيرة من الطحين، واجي ارجع كمان اعملها طريقة كمان حلوة، واجي انا حطها عندي هالعجينه بقلب شو؟ بقلب جاط، بقلب وعاء، مشان تخمر عندي العجينه من دون اي مشكله، اوكي؟ صار عندنا عجينه البيتزا جاهزه، فانا اعملها ساعة اللي بدكم، وراح احطها على جنب ونغسل ايدين. طيب بالفرن عندنا الفطاير، وهيدي الفطاير اللي عندي اياها انا بالفرن عملت حشوه، الحشوه تون يا بيي ما اطيب التون. التون حطيت فيها بصل، حطيت فيها خيار، حطيت فيها درة، حطيت فيها فلفل اخضر، فيني حط اي نوع من الخضار، يعني ما انه تردوا علي وتحطوا بس اللي انا حطيته، حطوا اللي بدكم اياه. بتخلطوها مع اي نوع، مع لبن فيكن، مع جبنه فيكن، مع مايونيز فيكن، مع صويا فيكن، مع خل فيكن، مع حامض فيكن، مع كاتشب فيكن. انا خلطتها مع صوص الكوكتيل، يعني شوي صغيره من المايونيز، يعني هيدا كله اللي انا كان عندي هون. حطيت فيه ملعقتين كبار من المايونيز وملعقتين كبار من الكاتشب، ملح، فلفل حلو وفلفل حر، وشوي صغيره من الكمون من دون ما حدا يشوفني. حلوين لك وين الحشوه. يلا يا شيف شادي نرجع على الفرن هيك، وبسرعه يا سلام وصلنا اللي بدنا اياه. نحطهم هون هيك ونبلش نحن نشيلهم، تبقوا سخنين، طلعوا شو حلوين. اوكي وهلا كان بدي اقول لكم شغلي قبل، بس تناخذ فكره عن هذا الموضوع، ما حبيت تمرق هيدي الوصفه من دون ما تكونوا او تكونوا تاخذوا معلومات كافيه عنها، من العجينه لمد العجينه لتقطيع العجينه لشال العجينه اوكي من الفرن، وحتى هلا كيف بدنا نحط العجينه نحن على الصينيه. طلعوا كيف طيبين كثير حلوين، كمان رح شيلهم كلهم سوا بهالطريقة. وعندي الصينية أنا حامية ومدهونة بالزيت من قبل، مزبوط الكلام؟ شو بعمل أنا هلا؟ بجي على نفس العجينة، طلعوا شو حلوين، حبي هي لجوزيف، حط له شوية ملح لجوزيف، اعمل لكم شوي. طيب يا لجوزيف ملح بعد، حط له هون، هلا ما بيكون شايف، إن شاء الله ما أنا أكلها. أوكي، يلا نرجع حط هودي هيك مثل ما هني هالعجائن، طلعوا شو حلوين. بنزيح هيك اذا كانت العجينه شوي صغيره وموسخه، بس عم فرجيكم كيف. بناخذ شوكه، طلعوا وين الشوكه؟ كانت هون بلا، طلعوا بنشكها بالشوكه شوي حتى ما ترفخ معنا العجينه وتنقسم قسمين، طلعوا كيف. اول شغله بنعملها حتى اذا كان العجينه مديناها على كل الصينيه نفس الموضوع، ومنحطها بالفرن والحرارة نفسها ما عندنا مشكلة، ومننطر حوالي لدقيقة ومنشيلها من الفرن ومنحط عليها الستافينج تبعولها أو الحشوة تبعيتها من دون أي مشاكل، ونرجع نردها كمان على الفرن من دون أي مشاكل كمان. وهيك بصير عندنا أخذنا معلومات كافية عن الموضوع. واو رح نشيلهم هيك، بس تذكروا إنه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 هي لجوزيف اللي فيها ملح، بس بركة عديت من هون انا لانه من هون كيف. وهيدي المرشي كمان جوزيف هلا من لهيق بيسقيلنا الوردات، ما في مشكله. يلا اوكي رجعنا لهون
للمنطقة تبعيتنا، بدنا ننظف شوي صغيرة، نتفة صغيرة هيك نشيل شوي من الطحين تننتقل على وصفة تانية. بهالطريقة الحلوة يا شيف شادي صار أنت عندك هون، حطينا هيك، وهيدي أنا هلا هون بناخذها كمان للغسيل بعد شوي، لأنه بدنا ما رح أقول لكم هلا، رح أقول لكم بعدين، رح أحطها هيك على جنب وهلا بياخذوها كمان للغسيل. أوكي، صار كل شيء جاهز أنا عندي، بننتقل لهون. يلا. بطاطا مهروسة. هالبطاطا المهروسة شو عملت فيها يا شيف شادي؟ سلقتها بقشرة بالمي المسقعة، والمي بدها تكون مالحة. بعدين استويوا، بعدين قشرناهم، بعدين هرسناهم. من بعد ما نهرسهم شو بنحط عليهم؟ بنحط عليهم شوية حر. حط عليهم شوية صغيرة من الفلفل الحلو. حط عليهم شوية صغيرة من جبنة كمان التشيدر. طلع هون. شوية صغيرة من التشيدر تشيز. أوكي؟ وبنرجع بعد شوي صغيره بحط عليكم شوي صغيره من الفلفل بهالطريقه هيك، وبجي انا كمان بحط عليكم نتفه صغيره من الحليب، ولازم احط عليكم بعتقد يا شيف شادي ملح، ملح شوي صغيره اكيد. بجي انا بعجن العجينه. طلع من بعد ما اعجن هالعجينه اللي هي هيدي هي العجينه لك وينها هون، انا عجنها من قبل، طلعوا كيف. من بعد ما اعجن هالعجينه شو بعمل؟ بجي رح ضيف عليها، انه هاي العجينه هي ذاتها هيدي لك هون اهو، عجناها كلها سوا. من بعد ما اعجن هيدي العجينه بجي بعملهم كريات مبرومين حلوين، فيني غط ايدي بالمي وفيني اعملهم من دون مي، يعني فيني اعملهم بهالطريقه. طلعوا هون، شفتوا كيف؟ اعملهم كريات وحطهم بالبراد لمده ساعه. وصلت المعلومه؟ يعني انا بعمل من بعد ما اخلط البطاطا مع اي نوع من الجبنة، انا اخترت تشيدر تشيز مع الحليب، ملح وفلفل حلو وفلفل حار اذا بدنا، اي نوع من الطعمات اذا بدنا بقلبهم، وبنجي بعدين بنعمل هالبول الصغيرة وبنحطها وين؟ بالبراد. انا عندي اياهم بالبراد، اكيد انا محضرهم قبل، رح اجي لانه مثل ما قلت لكم ساعة بدنا نخليهم بالبراد لك وين انها؟ جينا لعنا ساعة. طيب، ورح احط هودي على جنب حتى بعد شوي صغيرة شو نعمل؟ نجي نحن نستعملهم بعدين اذا بدنا، حطهم على جنب بهالطريقه هون، وهودي صاروا. طيب، صار عندنا هالبطاطا وعم نشتغل نحن هلا بحسن باشا، داوود باشا وحسن باشا. انا بعرف اذا بيعرفوا بعضهم، ما بعرف شو الخلافات اللي بين بعضهم، ما بعرف كان فيه اذا فيه كانوا خلافات سياسيه كمان ايام زمان، اولاد العم اخوه، ما بعرف شو عاملين. مهم كل واحد قال انا بدي اعمل هالكفته على ذوقي، بس دائما اتفقوا يمكن على شغله وحده صغيره، انه يحطوا بقلب اللحمه البصل ويحطوا بقلب اللحمه البقدونس. هيك كتر خير الله اتفقوا عليها. يعني نحن عندنا لحمه مفرومه نص كيلو، عم نحط بصل صغير مفروم بقلبها، بقدونس مفروم. بس راح الخواجة حسن باشا قال انا هون ما بدي اعمل مثل ابن عمي داوود باشا، راح انا حط جزر مفروم بقلبها. وقام كمان قال انا كمان لاني بدي اعمل شغلي اسا احسن واحسن، راح اجى حط البطاطا المسلوقه اللي معموله جلل بقلب الكفته من جوا. هيدا كله انا اكيد شو راح اعمل انا هلا ليكو انا شو عامل. انا هون راح بلش اجي ابرج الجزر اللي قال حسن باشا بدي يحطهم بقلب اللحمه، وانا عندي اللحمه. هلا ما بعرف اذا كان حسن باشا استعمل غنم ولا استعمل ماعز ولا استعمل بقر ولا استعمل فيتيلو، ما بعرف. اوكي، انا بعرف انه لحمي انا جبتها اليوم نص كيلو مفرومه ناعم دورين من دون دهون، حطيت فيها جزر هيك. انتبهوا هون عم حط جزر، وحطيت بالبطاطا بالحشوه تشيدر تشيز، بس لانه نفس اللون بتفكرون انه عم استعمل نفس الشغله، اكيد لا. بصل يا شيف شادي بهالطريقه مع البقدونس، واو. وهلا كمان بدنا نفرمهم ناعم ناعم، وراح احط هلا البهارات عليهم. بس قبل بدي اعمل كمان شغله، راح اجيب انا هون اعمل شغله. راح اول شيء هودي اللي شايفينه قدامكم هن الماونتين كيك اللي عملناهم كمان امبارح، راح نحطهم هلا بالفرن وراح نشويهم. اما اطلعوا بعجينة البيتزا أو عجينة الفطاير كيف صاروا، بس حطيناهم لمدة دقيقتين بالفرن، وبنرجع هلا بنحط بقلب الفرن حطينا لمدة 7-8 دقائق 10 دقائق رح يصيروا جاهزين الماونتن كيك. رح هلا أحط الحشوة كمان على الفطاير بالتونة، وهونيك رح أعجن عجينة كفتة حسن باشا دقيقتين ثلاثة وناطركم.